شهر قبل رمضان يعود الحديث عن التهاب أسعار الخضر والفواكه ومدى تحمل جيب المواطن لهذه الزيادات، لتتدخل وزارة التجارة بقرار تسقيف أسعار بعض أنواع المواد واسعة الاستهلاك. دراسة نتاع 6 أو 7 مواد يعني اللي نتاع اللي تشكل القفة اليومية للمواطن، وهي البطاطا، الطماطم، البصل، الثوم، القرعة، الزرودية والشلاضة. وأضفنا كذلك بالنظر إلى يعني توفر أسعار المرجعية نتاع الموز، البنان واللحوم التي سوف تستورد في إطار البرنامج هذا تاع رمضان، زدنا أضفناها ثاني، درنا لها أسعار مرجعية. إلى جانب وضع آليات قانونية لحماية هذا القرار، يبقى إجراء التسقيف مرتبط بقاعدة العرض والطلب، فإلى أي مدى سيغطي السعر المرجعي التكلفة الحقيقية للسلع ويضمن هامش ربح كافي للتجار؟ تسقيف بعض المواد الواسعة الاستهلاك، احنا هذا هو المطلب تاعنا وهذا هو الاقتراح تاعنا، لان التاجر اليوم راح يدي هامش الربح تاعو يكون مقنن باش تروح الاتهامات على التجار. احنا نتبعوا الصوت، احنا دير 2000 نبيعوها 3.5، هذا واش كاين؟ تكون رخيصه نبيعوا رخيص، كيما القرعه الطوماطيش كي تدخل السخانه تهبط. هذه هي. المستهلك بدوره سيلعب دور الرقيب على الأسعار بمعرفته للسعر المرجعي المحدد. احنا كمواطنين كل مرة نجو ما نعرفوش السعر هذا تاع الخضر، كل ما نجو نصيبو السومة من يعني نتمنى يكون بري فيكس. بالعكس هذا بوني نسيات انا بيرسونالمون، يعني حاجه تشجع كاع البروفوار تاع الشط تاع كاع لي سيتوايان. تسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك إجراء جديد تسعى وزارة التجارة إلى تعميمه طوال السنة في حال نجاحه للقضاء على الاختلالات المسجلة في الأسواق.